السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاؤنا سؤال الأسبوع، وهو لقاء نجيب فيه على سؤال يختاره الإخوة في التعليقات في فيسبوك، ونجيب فيه في بمذاهب السلف في المسألة. مسألة اليوم هي زيارة النساء للقبور، ما حكمها؟ اختلف أهل العلم في حكمها على ثلاثة مذاهب. الإمام أحمد قال بالمذاهب الثلاثة، غير رأيه وقال بالمذاهب الثلاثة، يعني نقل عنه المذاهب الثلاثة. لا تستغربوا، فهذا يفعله الإمام أحمد كثيرا ويفعله غيره، ينظر في الأدلة فيغير رأيه. فالمذهب الأول هو التحريم، وهذا منقول عن الإمام أحمد. والقول الثاني هو جواز زيارة القبور، وهو المنقول عن عائشة وفاطمة عليهما السلام، وكذلك هو قول من أقوال الإمام أحمد، وهو القول الذي اختاره إسحاق بن منصور الكوسج. القول الثالث وهو كراهية أو كراهة زيارة القبور، وهو قول أيضا نقل عن الإمام أحمد، ولعله قول أم عطية رضي الله عنها، فهو يفهم من يعني شيء من كلامها أنها ترى الكراهة، الجواز مع الكراهة. ولعل القول الراجح هو قول عائشة وفاطمة عليهما السلام، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وكذلك أن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، فلما رجعت سئلت عن ذلك فقالت أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم أمر بزيارتها، وهذا صحيح، صحيح عن عائشة القول. وكذلك فاطمة عليها السلام كانت تزور في كل جمعة قبر حمزة رضي الله عنه، ولم ينكر أحد من الصحابة عليهما تلك الزيارة. وكذلك الحديث الذي في صحيح البخاري، عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة تبكي عند قبر، فذهب صبرها فقالت: إليك عني إنك لم تصب بما أصابني. فقيل لها بعد ذلك أنه رسول الله، فذهبت إليه وقالت: لم أعرفك. فقال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لم يقل لها أن زيارة القبور لعلك لا تزوريها، ومع أنها كانت تبكي عند القبر، وكان ظاهر الحديث أن بكاءها ملاحظ وليس مجرد دمع عين، فلم يقل لها لا تزوري أو ما شابه ذلك. فهذا أيضا مما يرجح قول عائشة وفاطمة رضي الله عنهما.